تناقل أئمة من المؤرخين ما يرويه شقيق البلخي عن سيدنا موسى الكاظم عليه رضوان الله. خرج الناس يوما سنة إلى الحج، قال: فخرجت مع الناس أحج، وإذا بهذا شاب صغير كان في أيام شبابه وعليه صوف، والناس من حواليه، وهو رأيت جالس في مكان، فوقع في قلبي أن هذا يتظاهر بالسلوك وتصوف ليكون كلا على هؤلاء الناس يعطونه، فأقبلت نحوه. فلما جئت إليه أقبلت، قال لي: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال: استغفر الله، هذا الإنسان عرف اسمي وتكلم على ما في خاطري. قال: وقام عني. قال: ثم قلت: هذا رجل صالح، أنا أسأت به الظن، سأذهب إليه أطلب منه الدعاء وأن يسامحني. قال: فجيت أطلبه فوجدته قائما يصلي. قال: فسلم إليه وقال لي: يا شقيق، اقرأ قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال وقام عني، ومضينا في رحلتنا. قال: فقلت: ما أعجب حال هذا الإنسان، ولا أبحثن عنه. قال: فوجدته حامل ركوة له على بير، فوقعت ركوته في البير ولم يكن عنده أحد وأنا أرقبه. قال: رمق بعينه نحو السماء وينادي ربه يقول: يا غناي عن طعامي وعن مائي وعن كل شيء، لا تقطعني في هذا المكان. قال: ما استتم دعاءه إلا وفاض الماء والركوة حقه فوق الماء. قال: وأخذ منها. قال: وتوضأ ثم أخذ من الرمل عنده، أن ركبه قد مشوا عليه ما عنده طعام، كان وقت جوع، أخذ من الرمل ووضعه في الركوة، الأخذ يحركه بيده هكذا ثم يشرب. قال: فجيت إليه قلت له: أعطني مما رزقك الله، أعطني مما آتاك الله. قال: كن حسن الظن بالله، خذ واشرب. قال: فشربت فإذا هو سويق بسكر طيب كثير. قال: ثم جعلت أبحث عنه فما رأيته حتى وصلت الحرم. فلما جينا قال في الليل، وجدت في نصف الليل في جانب من الحرم قائم يصلي بخشوع وبكاء، ولم يزل كذلك حتى طلع الفجر. فقام فصلى مع الناس صلاة الفجر ثم دخل المطاف، فجعل يطوف حتى طلعت الشمس، ثم جاء يصلي. قال: فقلت لأتبعنه، فتبعته. قال: فإذا برا الحرم قوم كثير منتظرينه من هنا ومن هناك، وإذا به له أتباع وله مستفيدين. فتعجب، تقول له: أحدهم من هذا؟ قال له: هذا موسى بن محمد بن جعفر بن محمد موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. قال: هذا الذي ما عرفته. كم سنه تلك الأيام هذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى؟ كم سنه في تلك الأيام عليه رضوان الله تبارك وتعالى؟ كان في 18 من عمره أو في 28 عليه رضوان الله تبارك وتعالى.